اكتسب مهارات التصميم الرقمي مع دورتنا المتخصصة في تصميم مواقع الويب باستخدام ووردبريس. هل تحلم بإنشاء موقع إلكتروني خاص بك أو لعميلك؟ هل ترغب في تحسين مهاراتك في تصميم الويب باستخدام أحد أقوى منصات إدارة المحتوى؟ إذن فإن دورتنا تصميم مواقع في ووردبريس هي الخطوة الأمثل لتحقيق أهدافك. ستتم عرض هذه الدورة مباشرة على اليوتيوب من خلال قناة عالمكم. ما سنتعلمه في هذه الدورة: أولاً، مقدمة حول المواقع الإلكترونية وأهم منصات تصميم المواقع وإدارة المحتوى، ومن ثم ننتقل إلى الووردبريس، ومن ثم ما هو الدومين والشهادات والاستضافة، ومن ثم ما هي الثيمات والإضافات وكيفية الحصول عليهما. ننتقل مباشرة إلى تثبيت ووردبريس وشرح واجهته وإعدادات ووردبريس الأساسية، ومن ثم كيفية اختيار الثيم أو التمبليت، وننتقل إلى تثبيت الثيم، ومن ثم اختيار الديمو، ومن ثم شرح مفصل عن مكونات الصفحة أو الموقع، ويليها التعامل مع محرر ووردبريس الافتراضي، ومن ثم نبدأ في محطة متميزة مع بيج بيلدر بين الصفحات، ولنا تركيز مع إليمنتور، ومن ثم نبدأ بتثبيت التمبليت، ومن ثم تليها مرحلة مركزة في تصميم مشروع افتراضي متكامل لملف إنجاز لمعلم أو بروتوفوليو لأي شخص منا، بحيث نبدأ بالمرور بداية من القوائم الرئيسية والفرعية والصفحات والمقالات والتصنيفات والوسوم والتعليقات والروابط الدائمة والوسائط، ومن ثم المحتوى ذاته ضمن الصفحة، ومن ثم استعراض لأهم الصفحات التي يجب علينا تصميمها في ووردبريس، مثل الصفحة الرئيسية ومن نحن وأعمالي واتصل بنا أو الخبرات والقدرات، ومن ثم المدونة وصفحة خاصة لفيديوهاتي على اليوتيوب إن كنت مدرس ومقدم محتوى ورغبت في عرض هذا المحتوى على موقعي الخاص. وأخيرا ننتهي بالفوتر، ومرورا مع كل ما ذكرت لنا تركيز على الإضافات اللازمة لكل محطة من محطات هذه الأعمال، ثم ننتقل إلى إدارة التحديثات في ووردبريس أو الثيم أو الإضافات، ومن ثم نشرح تحليلات الموقع، وتليها الخطوة الأجمل وهي تعريب الثيمات وتحويلها إلى اللغة العربية، ومن ثم ننتقل إلى إنشاء الإيميل الاحترافي، ولنا محطة هامة في الحماية وأمان الموقع. لمن هذه الدورة؟ لمصممي الويب المبتدئين ولأصحاب الأعمال الراغبين في إنشاء موقع ويب خاص لتوسعة دائرة عملهم، المسوقون الرقميون الذين يرغبون في فهم كيفية إدارة المحتوى على ووردبريس، للمعلمين الذين يرغبون بتطوير إمكانياتهم وأدواتهم في التعليم الإلكتروني، وغيرهم الكثير. متطلبات الدورة: لا توجد أي متطلبات مسبقة، يمكن لأي شخص مهتم بتعلم تصميم المواقع الانضمام مع أحمد صالح في قناة عالمكم والبدء بتعلم تصميم المواقع باستخدام ووردبريس. وبدور قائما على هذه الدورة أقدم إمكانية المساعدة من خلال طلب الدومين وطلب استضافة وطلب الثيمات والإضافات وحتى الإيميل الاحترافي من خلال التواصل المباشر عبر أرقام التواصل الموجودة بوصف هذا الإعلان. استثمر في مستقبلك الرقمي وابدأ رحلتك في تصميم مواقع الويب مع أحمد صالح وفي قناة عالمكم. انضم إلينا في هذه الدورة الملهمة وابني قدراتك في عالم تكنولوجيا المعلومات. We'll be right back.